أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت القادر أن تجعل الحزن سهلا. اللهم فاجعل الحزن سهلا. لازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين بن عبد الهادي المعروف بابن المبرد رحمه الله تعالى، وبلغنا مباحث القياس، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ولا يعتبر له اتفاق الأمة على حكم الأصل، في صفحة 378. نعم، تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: ولا يعتبر له اتفاق الأمة على حكم الأصل، ذكره أصحابنا وغيرهم، ويكفي في ذلك اتفاق الخصمين، واعتبره أي اتفاق الخصمين قوم، وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسا مركبا، وهو أن يكتفي المستدل بموافقة خصمه في الأصل مع منعه علة الأصل أو منعه وجودها في الأصل. فالأول مركب الأصل، قيل سمي مركبا لاختلافهما في علته، وقيل في تركيب الحكم عليها في الأصل، فعند المستدل هي فرع له والمعترض بالعكس. وسمي مركب الأصل للنظر في علة حكمه، مثاله عبد، فلا يقتل به الحر كالمكاتب. فيقول الحنفي: العلة جهالة المستحق من السيد والورثة، فإن صح هذا بطل قياسك، وإن بطل منعت حكم الأصل لانتفاء مدركه، فيمتنع القياس لعدم العلة في الفرع أو منع الأصل. والثاني مركب الوصف، سمي به لاختلافهما فيه، كقوله في تعليق الطلاق بالنكاح: تعليق، فلا يصح قبل النكاح، كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق. فيقول الحنفي: العلة التعليق، وفي الأصل تنجيز، فإن صح هذا بطل قياسك، وإن بطل منعت حكم الأصل، فيمتنع القياس. وإن بطل منعت حكم الأصل فيمتنع القياس لعدم العلة في الأصل أو منع الأصل. أحسنت. لازال الكلام في شروط العلة، فقال استطرادا: ولا يعتبر له، أي للقياس، لصحة القياس، اتفاق الأمة على حكم الأصل. لا يشترط في صحة الإجماع أن يكون المقيس عليه مجمعاً على حكمه، لأن الواقع في القياس هو رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، رد المختلف فيه وهو صورة النزاع إلى المتفق عليه. وإذا كان المقيس عليه متفقاً عليه وصح هذا الإلحاق، صحت هذه التسوية بين الفرع والأصل، فوجب أن يصح القياس تسوية بين المتساويات. فلهذا يتكلم الأصوليون عن كون الأصل المقيس عليه هل يشترط الإجماع عليه أو يكفي اتفاق الخصمين، والمراد بالخصمين أي المتناظرين أو المتحاورين في المسألة الخلافية،
فقال المصنف رحمه الله: ولا يعتبر له، أي للقياس، اتفاق الأمة على حكم الأصل. لا يشترط أن يكون مجمعاً عليه المقيس عليه. ذكره أصحابنا وغيرهم، بل ذكره أكثر العلماء، هو مذهب أكثر العلماء، لم يخالف إلا قلة قليلة لم يسمهم هؤلاء، ما سموا المخالف. ثم قال: ويكفي في ذلك اتفاق الخصمين. يكفي في صحة القياس أن المستدل بالقياس على خصمه أن خصمه يسلم له حكم الأصل، يسلم له حكم الأصل، وحينئذ لا يمكن للمعترض لمخالفه وخصمه أن يعترض عليه بمنع حكم الأصل، إنما يناقش القياس من جهة أخرى، يعترض عليه من جهة أخرى. قال: واعتبره، أي اتفاق الخصمين، قوم وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياساً مركباً. هذا من مصطلحات علم المناظرة، يقول: يكفي اتفاق الخصمين وسموا القياس قياساً ماذا؟ مركباً، على تفصيل سوف يذكره فيما بعد، وليس مجرد التسليم بحكم الأصل والموافقة المستدل عليه. ولهذا قال بعده: وهو أن يكتفي المستدل بموافقة خصمه في الأصل مع منعه علة الأصل أو منعه وجودها في الأصل. عندنا في المناظرة في المستدل وهناك المعترض، المستدل الذي يذكر الدليل على المدعى، على الحكم المتنازع فيه، يعني المتكلم أولاً، والمعترض هو المتكلم ثانياً الذي يورد الاعتراض على قياس المستدل الذي هو مخالف له. فماذا قال في القياس المركب؟ قال: هو أن يكتفي المستدل بموافقة خصمه في الأصل مع منعه، أي خصمه، المانع الآن ليس المستدل وإنما المعترض، مع منع المعترض علة الأصل، بمعنى أنه يقول: لا أسلم أن ما ذكرته في الجامع بين الأصل والفرع، لا أسلم أنه علة، ليس علة صحيحة، أو منعه، أي المعترض، وجودها في الأصل بأن يقول: هي علة صحيحة لكنها غير موجودة في الأصل المقيس عليه، ومن ثم يبطل القياس، لأن من قوادح القياس المنع، وللمنع صور، ومن صوره إما منع العلة، ومن ثم ينهدم القياس لانهدام ركن من أركانه وهو العلة، ما صحت العلة علة، وإما أن يقول: أسلم بما ذكرته علة لكنها غير متحققة في الأصل المقيس عليه، ومن ثم ما يصح التسوية أصلاً في القياس، لأن الذي يحصل في القياس هو النظر في العلة، وبعد أن يتحقق من وجودها في الأصل ينظر المجتهد في تحققها في الفرع، وإذا تحققت في الفرع انتقل الحكم من الأصل إلى الفرع، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. إذا توجد العلة، علة الأصل في الفرع، فيوجد الحكم، حكم الأصل في الفرع. ثم مثل لذلك المصنف رحمه الله، وهذه الصفحة التي سوف نقرأها الآن في الأمثلة ليس فيها كبير فائدة أصولية، إنما هي كانت تهم أهل المناظرة قديماً، لأنه في القرون السالفة كانت المناظرات كثيرة، وكانت تبلغ بأصحابها عنان السماء، وكانت تهم العامة والخاص، ويحضرها العامة والخاصة، وكانوا يحتكمون إلى قانون يعرفونه في المناظرة، وليست المناظرة يعني كلام يجري بين خصمين كيفما اتفق،
فلهذا صارت لها مصطلحات. وأما من حيث الفائدة الأصولية فيكفي أن تقول يكفي في إبطال القياس منع العلة أو تسليم العلة مع عدم وجودها، مع عدم تسليم وجودها في الأصل. قال فالأول، قوله في الأول إشارة إلى منع علة الأصل، يعني عدم التسليم بصحة العلة التي ادعاها المستدل. قال فالأول يسمى مركب الأصل، يعني يسمى القياس المركب الأصل. والثاني بعد ذلك سوف يقول والثاني يقصد منع وجود العلة في الأصل، يسمى مركب الوصف، يعني القياس المركب الوصف. ثم سوف يمثل للأول وللثاني. نرجع إلى الأول، قال فالأول الذي هو منع علة الأصل مركب الأصل، قيل سمي مركباً لاختلافهما في علته، يعني سمي مركب الأصل لاختلافهما أي الخصمين في علته. الضمير يرجع للأصل، يعني في علة الأصل، فهذا يثبتها والآخر يمنعها. وقيل في تركيب الحكم عليها في الأصل، يعني سمي قياساً مركباً لاختلافهما في تركيب الحكم عليها على العلة في الأصل. فعند المستدل هي فرع له، يعني عند المستدل أن العلة استنبطت من الأصل، وعند المعترض بالعكس، يعني المعترض يزعم أن الحكم في الأصل فرع على العلة ولا طريق إلى إثباته سواها، ولذلك يمنع ثبوتها، يعني المعترض ليس المستدل. قال وسمي، يبدو أن صحة العبارة وقيل سمي، والله أعلم، فهو إشارة إلى تعليل ثالث، وقيل سمي مركب الأصل للنظر في علة حكمه. ومعنى النظر أي الاختلاف، أي الاختلاف الخصمين في علة الحكم المذكور. لكن هذا الأخير هو أضعف التعليلات، وأحسنها الثاني ثم يليه الأول، كما قال الزركشي رحمه الله فيما معناه، يعني فيما معنى كلامه، يقول هذا تعليل عليل، وإلا لكان كل قياس اختلف في علة أصله يسمى قياسا مركبا، وهذا باطل. قال وإنما الصواب أن يقال لاختلاف الخصمين في تركيب الحكم على العلة، فهذا يثبت وذاك يمنع. قال مثاله عبد فلا يقتل به إلى آخره، يعني المثال هذا في مسألة الحر إذا قتل العبد هل يقتل به؟ فعند الحنفية يقتل به، وعند الأكثرين لا يقتل به. فإذا قال شافعي مثلا، إذا قال عبد فلا يقتل به الحر قياسا على المكاتب، الكاف هذه بمعنى قياسا على، هذا كلام من؟ المستدل الذي يريد أن يثبت أن الحر لا يقتل بالعبد، فيقول عبد بدأ بالعلة فلا يقتل به الحر قياساً على المكاتب، فإن المكاتب عبد فلا يقتل به الحر، هكذا يقول المستدل. فماذا يقول خصمه الحنفي؟ قال فيقول الحنفي العلة جهالة المستحق من السيد والورثة، يعني كأنه يقول، فيقول المعترض لا أسلم العلة التي ذكرتها وهي كونه عبدا، بل العلة، يعني لا أسلم العلة في الأصل المقيس عليه الذي هو المكاتب، لا أسلم أن العلة فيه
هو كونه عبدا، بل العلة فيه جهالة المستحق من السيد أو الورثة. المستحق يعني المستحق للدم الذي يطالب بالقصاص، فيقول نحن ما نعلم إذا قتل المكاتب هل المستحق لدمه الذي يطالب بالقصاص هو سيده الذي كاتبه أو هو ورثته كأبنائه مثلا. قال فإن صح هذا بطل قياسك. فإن صح هذا أي كلام الذي ذكرته الآن، التعليل الذي ذكرته أنا يقصد المعترض، يعني إن صح أن العلة هي جهالة المستحق بطل قياسك. لماذا؟ لأن المستحق للدم في العبد الخالص هو سيده، وهنا تردد هل قد يكون السيد أو الورثة. قال وإن بطل، أي وإن بطل قياسك يعني مع أنه يبطل فإنني أعترض عليه من جهة أخرى، ما هي؟ قال وإن بطل منعت حكم الأصل. هذا اعتراض ثاني، اعترض الأول بعدم تسليم العلة ومن ثم يبطل القياس لبطلان علته. الاعتراض الثاني ماذا قال؟ منعت حكم الأصل. ما هو حكم الأصل؟ قتل الحر بقتله المكاتب. قال منعت حكم الأصل بمعنى أنه لا أسلم أنه أي الحر لو قتل المكاتب أنه لا يقتل به، لا أسلم هذا، بل هو يقتل به عندي، هكذا يقول المعترض الحنفي. قال منعت حكم الأصل لانتفاء مدركه. يختلفون في ضبط مدرك التي يكثر ذكرها في كتب الأصول والفقه، فاشتهر على ألسنتهم أنها مدرك، وبعضهم يقول أن الصواب في اللغة هي مدرك، فهما ضبطان معروفان. والمراد العلة هنا لانتفاء مدركه أي لانتفاء علته. قال فيمتنع القياس، هذه فاء النتيجة، يعني في الخلاصة أنه يبطل القياس، قياس المستدل. لما؟ علله بقوله لعدم العلة في الفرع أو منع الأصل، يعني بقادحين، الأول عدم العلة أي عدم التسليم بالعلة، والثاني منع الحكم في الأصل المقيس عليه. ثم قال والثاني يعني منع وجود العلة في الأصل، يعني المعترض يسلم بالعلة لكن يقول هي غير متحققة في الأصل. قال والثاني مركب الوصف، يسمى القياس المركب الوصف. قال سمي به، يعني سمي مركب الوصف لاختلافهما فيه، لاختلافهما أي الخصمين فيه، أي في الوصف الذي نسميه العلة. قال كقوله في تعليق الطلاق بالنكاح، هذا مثال في مسألة أيضا خلافية، وهي مسألة ما لو علق الطلاق بالنكاح بأن يقول إن نكحت هندا فهي طالق، فهل يصح هذا أو لا؟ فعند الحنفية صح وعند الأكثرين لا يصح. فماذا قال؟ قال كقوله في تعليق الطلاق بالنكاح، تعليق بدأ بالعلة، تعليق فلا يصح قبل النكاح، يعني الذي يريد أن يطلق امرأته طلاقا معلقا بفعل ما كقوله إن دخلت دار زيد فأنت طالق، هذا يقوله بعد النكاح، بعد أن تصير زوجة له حتى يصح التعليق. أما يقولها لامرأة ما تزوجها بعد هي أجنبية، فكيف يوقع عليها طلاقا معلقا؟ هذا معنى كلامه. فقال تعليق فلا يصح قبل النكاح كما لو قال، يعني قياسا على ما لو قال الزوج زينب التي أتزوجها طالق، فإن هذا لا يصح،
لأنه لم يتزوجها بعد، لم يتزوجها بعد، وكيف يوقع طلاقاً على أجنبية؟ قال: فيقول الحنفي المعترض: العلة التعليق، يعني العلة في الفرع المقيس هو التعليق، وفي الأصل تنجيز. فالأصل المقيس عليه ما هو؟ زينب التي أتزوجها طالق، هذا تعليق ولا تنجيز؟ هذا تنجيز، لا يوجد فيه تعليق، لا يوجد فيه أداة شرط. قال: فإن صح هذا بطل قياسك. لماذا يبطل؟ لعدم وجود العلة في الأصل المقيس عليه، فإن الأصل المقيس عليه تنجيز، بينما صورة النزاع هي التعليق. قال: فإن صح هذا بطل قياسك، وإن بطل منعت، يعني حتى ولو بطل فإنني أستطيع أن أبطله من جهة أخرى، هذا تقدير الكلام. قال: وإن بطل منعت حكم الأصل فيمتنع القياس. ما معنى منعت حكم الأصل؟ يعني لا أسلم أن من قال زينب التي أتزوجها طالق، لا أسلم أنه يكون لغواً، بل يكون صحيحاً معمولاً به، فلو تزوجها تطلق. فيقول: أنا ما أمنع أيضاً حكم الأصل المقيس عليه. قال: وإن بطل منعت حكم الأصل فيمتنع القياس. هذه فاء النتيجة، يعني في الخلاصة أنه يبطل القياس لشيئين: لعدم العلة في الأصل، لم توجد العلة في الأصل المقيس عليه، أو منع الأصل، يعني منع حكم الأصل. ومن ثم كيف يقيس؟ والمخالف لا يسلم له المقيس عليه، فيكفي هذا في رد قياس خصمه. وكما قلت لكم من قبل أن هذه إنما تنفع أهل المناظرة فقط، وأما الفائدة الأصولية فلا يوجد فائدة. نعم، عدم التعليق، التنجيز معناه عدم التعليق. يعني مثلا لو قال: هي طالق لأنها دخلت دار الزيت، هذا تنجيز ولا تعليق؟ تنجيز. ها، أعيد وانتبهوا. لو قال هي، يعني قال لامرأته هي طالق، يقول: أنت طالق لأنك دخلت دار زيد، تنجيز. تنجيز ولا تعليق؟ تنجيز. شو معنى تنجيز؟ يعني تطلق في الحال، تطلق في الحال. لكن لو قال: إن دخلت دار زيد فأنت طالق، تعليق ولا تنجيز؟ تعليق. هل تطلق في الحال؟ ما تطلق في الحال. متى تطلق؟ إذا دخلت دار زيد، فإذا لم تدخل لا تطلق. واضح؟ من الأمثلة الأخرى التي لا نحتاج فيها إلى هذا التركيب الذي ذكره المصنف رحمه الله، يعني مثال منع علة الأصل، يعني عدم التسليم بعلة الخصم التي ذكرها للأصل. ما لو قال المستدل في مسألة حلي المرأة، حلي المرأة البالغة، هل يجب فيه زكاة؟ مسألة فيها خلاف، فالحنفية يوجبون وغيرهم لا يوجب. فلو قال حنبلي مثلا، لو قال: هو حلي فلا تجب فيه الزكاة قياسا على حلي الصبية، والجامع كون كل منهما حليا ملبوسا، يقول ماذا؟ ماذا يقول في حلي البالغة الذي هو صورة النزاع؟ يقول: هو حلي ما تجب فيه الزكاة قياساً على حلي الصبية الصغيرة، يعني والجامع كون كل منهما حلياً ملبوساً. فماذا يقول الحنفي؟ يقول: لا أسلم بعلة الأصل، لأن الأصل المقيس عليه وهو حلي الصبية إنما لم تجب فيه الزكاة لا لكونه حلياً ملبوساً، وإنما كونه مالاً لصغيرة، والصغير ما تجب عليه الزكاة. الآن منع علة الأصل. ومثال منع العلة في الأصل، يعني منع تحقق
وجود العلة المدعاة في الأصل ما لو قال المستدل الكلب حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعا فلا يطهر بالدباغ قياسا على الخنزير. وأعيد يقول الكلب حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعا فلا يطهر بالدبغ يعني لا يطهر جلده فلا يطهر جلده بالدبغ قياسا على الخنزير. فماذا يقول المعترض الآن؟ ما هي العلة؟ العلة أولا قبل أن نقرأ كلام المعترض. لا، العلة هي كون الإناء يغسل من ولوغه سبعا، هذا هو العلة. لأن بعض الفقهاء أيضا يقولون إذا ولغ الخنزير في الإناء يغسل ماذا؟ سبع مرات. فماذا يقول المعترض؟ يقول لا أسلم أن الخنزير يغسل الإناء من ولوغه سبعا بل يغسل ثلاثة مثلا. فالآن ماذا منع من وجود العلة فيش في الأصل؟ يعني يغسل الإناء من ولوغه سبعا، هذه العلة، وهي غير موجودة في الأصل المقيس عليه. ما هو الأصل المقيس عليه؟ الخنزير. فيقول ما أسلم أنه إذا ولغ يغسل سبعا. وكما قلت لكم من قبل أن هذه المسألة إنما تهم أهل المناظرة وليس فيها كبير فائدة في أصول الفقه. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ومن شرط علة الأصل كونها باعثة، ومعنى ذلك أي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم، قاله أكثر أصحابنا. وقال بعض أصحابنا: هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلاً على الحكم، موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد، ليست من جنس الأمارة الساذجة. قال ذلك ابن عقيل وغيره. أحسنت. يقول: ومن شرط علة الأصل، من شروط العلة التي هي أحد أركان القياس الأربعة، كون العلة وصفاً باعثاً على الحكم. ومعنى باعثاً على الحكم أي مشتملاً على الحكمة المقصودة للشارع، يعني على حكمة صحيحة يصح أن تنسب إلى قصد الشارع. قاله أكثر أصحابنا، بل قاله أكثر العلماء، يعني من شرط العلة ليس فقط أن تكون منضبطة، بل لا بد أن تشتمل على حكمة الحكم. أن تشتمل على حكمة الحكم، يعني على حكمة يقصدها الشارع يريد تحقيقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم ماعزا لاسمه ولا لنسبه ولا لجسمه ولا لكونه شابا، أليس كذلك؟ إنما رجمه لأنه زنى وهو محصن، فحينئذ يكون التعليل صوابا أن تقول رجم الحكم هو وجوب الرجم علته أنه زان وهو محصن، يعني زنا صدر من محصن. فالتعليل بالزنا تعليل بعلة باعثة لأنها مشتملة على الحكمة، فإن الحكمة من عقوبة الزاني برجمه هو حفظ أعراض الناس وحفظ نسلهم وأنسابهم. وتعليل الخمر، تعليل تحريم شرب الخمر بالإسكار، علة باعثة مشتملة على الحكم، على الحكمة مناسبة لتشريع الحكم، وهو حفظ العقل الذي به تميز الإنسان عن سائر الحيوان.
وتعليل القصاص بالقتل العمد العدوان تعليل بعلة باعثة لأنها مشتملة على الحكمة، مشتملة على الحكمة التي هي حقن دماء الناس، حفظ النفوس. قال: وقال بعض أصحابنا، هذا شروع في المذهب الثاني، وهو مذهب من لا يشترط ذلك، وهو قول بعض الأصحاب كما ذكر المصنف رحمه الله بعض الحنابلة، وأيضا هو قول بعض الشافعية. وقال بعض أصحابنا: هي مجرد أمارة، هي أي العلة، مجرد أمارة، علامة نصبها الشارع يوجد الحكم عندها، فهي دليل على وجود الحكم فقط. قال: موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد، ليست من جنس الأمارة الساذجة. يعني أن العلة هي مجرد أمارة، أي علامة على وجود الحكم، لكننا نعلم أنه ما حكم بها وشرعها الشارع إلا لمصالح، ودفع مفاسد قد لا تظهر لنا، لكنها ليست من جنس الأمارة الساذجة. ولهذا يجوز تعليل جواز الفطر في أيام رمضان بغروب الشمس، مع أن غروب الشمس لا يظهر منه الحكمة، هو له حكمة لكنها لا تظهر لنا، فصار غروب الشمس علامة على جواز الفطر وعلى وجوب صلاة المغرب، ليس كذلك؟ لكن ماذا قال في الأخير؟ قال: ليست من جنس الأمارة الساذجة. يعني مع أننا نقول إن العلة هي مجرد أمارة على الحكم وعلامة على وجوده، إلا أنها ليست كالأوصاف الطردية التي علمنا أن الشارع لا يقصد إثبات الحكم بها، وهذا معنى قوله الأمارة الساذجة. الأمارة الساذجة معناها الوصف الطردي الذي علمنا أنه غير مناسب لتشريع الحكم، كالبياض والسواد والطول والقصر والقوة والضعف، فإن هذه لا ترتبط بها الأحكام. فلو قلت إنما خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة حين عتقت تحت زوجها وكان عبداً أسود، لو قلت العلة هو كونه أسود ما يصح هذا، لأن السواد وصف طردي ما يليق أن يقال شرع الحكم لأجله، لأننا علمنا ذلك قطعاً بالنصوص الدالة على أنه لا فرق بين الأبيض والأسود والأحمر، كلكم لآدم وآدم من تراب، وإنما العلة هي كونها صارت حرة وهو عبد، فلو بقيت عنده يصير أولادها أرقاء، فهذا هو العلة الصحيحة. فهذا معنى الوصف الساذج أو الأمارة الساذجة، أي الأوصاف الطردية. قال ذلك ابن عقيل وغيره، ولو أن المصنف ذكر شيخه وهو القاضي أبو يعلى فإنه قال بهذا، وهو شيخ ابن عقيل، وعادة المصنف رحمه الله أنه يذكر أقوال شيخ المذهب أبي يعلى رحم الله الجميع. نعم، تفضل يا شيخ. وقال الآمدي: منع الأكثر من جواز التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها. قال أبو الحسن بن اللحام: وكلام أصحابنا مختلف في ذلك. أحسنت، يعني نأخذها مسألة مسألة أفضل. قال: وقال الآمدي شروع في مسألة جديدة، وهي هل يجوز التعليل بالحكمة؟ الآن التعليل بالعلة أي الوصف الظاهر المنضبط
المشتمل على حكمة هذا محل اتفاق، أنه يجوز التعليل به عند من يقول بالقياس وعند من يقول بتعليل الأحكام. لكن التعليل بالحكمة، الحكمة نفسها، هل يجوز أن تكون هي العلة فتذكرها في القياس ولا تذكر العلة؟ والفرق أن الحكمة هي علة العلة، يعني الوصف الذي نسميه علة هو علة للحكم. ولهذا لو سئل عن التعليل، لو سئلت مثلا وقيل لك لما يقصر المسافر يقصر الصلاة فيصليها يصلي الرباعية اثنتين ويجمع بين الرباعيتين ويفطر في رمضان، فتقول لأنه مسافر، أو تقول لعلة السفر، فيرجع ويسأل فيقول لما المسافر يقصر الصلاة ويجمع الصلاتين ويفطر في رمضان، فتقول لدفع المشقة. فتلاحظون أن الحكمة هي علة العلة. ولو قيل لما يجب قتل زيد، فتقول لأنه قتل عمدا عدوانا، إذن هذه العلة لأنها منضبطة. فيرجع ويسأل ويقول ولما القاتل عمدا عدوانا يقتل، فتقول حقنا لدماء الناس، فنعرف أن هذه الحكمة. إذن الذي يتصل بالحكم هو العلل، وأما الحكم فتتصل بالأحكام بواسطة، فصارت العلة أقوى من الحكمة. فلهذا لا يختلفون في التعليل بالعلة الظاهرة، الوصف الظاهر المنضبط، وإنما يختلفون في التعليل بالعلة. فماذا قال؟ قال وقال الآمدي منع الأكثر من جواز التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها. نعم، هو مذهب الأكثرين كما ذكر سيف الدين الآمدي رحمه الله، هو مذهب أكثر العلماء، خلافاً لقلة من الشافعية ومن المالكية ومن الحنابلة قالوا بالجواز. فالمسألة فيها قولان. قال منع الأكثر من جواز التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها، يعني لابد أن تعلل بالوصف الظاهر المنضبط الذي هو العلة، وكونه مشتملا للحكمة يعني ما يضر، لأنك ما عللت بنفس الحكمة، إنما عللت بالوصف المشتمل عليها. لماذا؟ قالوا لأنه لو صح التعليل بالحكمة لاستغني عن التعليل بالعلة، ويصير حينئذ التعليل بالعلة يعني بالوصف يصير لغواً وعبثاً، ويصير عديم التأثير، لأنه يجوز أن تعلل بالحكمة، وحينئذ فلا حاجة إلى أن تذكر الوصف الذي اشتمل على الحكمة، يصير عدم غير مؤثر. وهذا باطل لأنه خرق للإجماع، فإن الكل يتفق على جواز تعليل الحكم، أي إسناد الحكم وإضافته إلى العلة. قال أبو الحسن بن اللحام صاحب المختصر الذي استفاده أيضا من ابن اللحام، والمصنف رحمه الله أيضا استفاد كتابه من عدة كتب، لكن من أهمها كتاب ابن اللحام هذا وكتاب ابن مفلح. قال أبو الحسن بن اللحام وكلام أصحابنا مختلف في ذلك. نعم هو مختلف كما ذكر ابن اللحام، لكن الأكثر والله أعلم، أكثر الأصحاب على أنه لا يصح إسناد الحكم وإضافته إلى الحكمة، وإنما يضاف إلى العلة. ودليل المجوزين من جوز التعليل بالحكمة قالوا لأن الحكمة إنما نعلل بها إذا كانت ظاهرة منضبطة، إذا كانت ظاهرة أي ظهرت لنا، عرفنا أن الآن الحكمة منضبطة لا تختلف في الصور، في أحد الصور، وحينئذ إذا كانت ظاهرة منضبطة فما الذي يمنع التعليل بها؟ لا يمنعه مانع، لأن الوصف نعلل به، الوصف الذي نسميه العلة نعلل به إذا كان ظاهرا منضبطا، وهذا الذي معنى
وهو الحكمة ظاهرة منضبطة، فما الذي يمنع؟ تصير الحكمة مثل العلة، كلاهما وصف ظاهر منضبط، بل يكون ذلك أولى في التعليل من التعليل بالعلة. لما أولى؟ قالوا لأن الحكمة هي المقصودة من التشريع، هي المقصودة، فربط الحكم بها إذا كانت ظاهرة منضبطة لا شك أنه يكون أولى. هكذا قالوا. يعني من أمثلة ذلك ما ذكرناه من قبل في مسألة القصر، يعني هل نضيف القصر للصلاة أو الجمع أو الفطر في رمضان، نضيفه إلى السفر أو إلى دفع المشقة؟ هل يضاف الحكم وهو منع القاضي من إصدار الحكم في القضية، نضيفه إلى الغضب؟ لا يقضي قاض بين اثنين وهو غضبان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هل نضيفه للغضب أو نضيفه إلى تشويش الفكر؟ لأن الأول علة والثاني حكمة، ولهذا لو قيل لما يمنع هذا من القضاء فتقول لأنه غضبان، هذه العلة، فترجع وتسأل عن علة هذه العلة فتقول لما الغاضب، لما الغضبان لا يقضي، فتقول لتشويش الفكر، يعني غضبه غطى على فكره فيمنعه من العدل. إذا استهل المولود ورث أو ورث، على اختلاف ضبطها، إذا استهل المولود ورث، فالاستهلال ما معناه؟ نعم، هي الصرخة التي تكون من الطفل عند الولادة، فتقول لما يرث مع أنه مات، يعني بعد ما استهل مات، فلما تورثونه؟ فتقول لأنه استهل. فهل هذه العلة؟ يعني هل نضيف الحكم إلى الاستهلال أو نضيفه إلى العلم بحياته، يعني أنه ولد حيا فيستحق، الحي يستحق من الميراث. فالتعليل بالحكمة يعني فيه كلام كثير، وأحياناً يتسع معه الحكم وأحياناً يضيق. نعم، تفضل يا شيخ. شيخ، إذا استهل المولود يا شيخ، كيف؟ إذا استهل المولود يا شيخ، إذا استهل المولود ورث الحكمة، إذا علمنا أنه حي، علمنا أنه حي، أم نعم، فين العلة وفين الحكمة؟ العلة هي ما ذكر في النص وهو الاستهلال، والحكمة هو يعني حفظ حقه الحي من الميراث، لأنه ولد حيا والحي يستحق الميراث. فكما قلت لكم، يعني التعليل بالحكمة باب واسع، وفي الغالب يتسع معها الحكم، إذا علل بالعلة الغالب، في الغالب يتسع معها الحكم. فأنت لو عللت منع القاضي من القضاء، لو عللته بالغضب لصار صورة واحدة، ولو عللته بتشويش الفكر لصار صورا كثيرة، فيدخل الغضبان والجوعان جوعا شديدا، والظمآن ظمأ شديدا، ومن به جراحة شديدة، ومن به حزن شديد، مات ابنه مثلا أو غير ذلك. وأحيانا يضيق معه الحكم، أحيانا مع الحكمة يضيق الحكم، لأنك لو عللت بالسفر فمعناها كل مسافر يترخص بالقصر والجمع والفطر، لكن لو عللت بدفع المشقة يضيق ولا يتسع الحكم؟ ها؟ يضيق. لماذا؟ لأن المسافر الذي لا يجد مشقة في سفره حينئذ لا يترخص. ما اسمع. نعم، هو ما ذكرناه آنفا، تشويش الفكر في منع القاضي هي حكمة منضبطة. اي نعم، لا شك، يعني بعضها يكون أظهر من بعض، يعني كالمشقة مثلا، كيف نضبط المشقة في السفر؟ ما يعني إنسان يسافر مثلا من مكة إلى المدينة قد يجد مشقة، غيره يسافر نفس السفر فلا يجد،
المشقة. بل بعض من يقيم ولا يكون مسافراً يجد من المشقة كأرباب الصنائع الشاقة، يجد من المشقة أكثر مما يجده المسافر، فهل يترخص بالجمع والقصر؟ يعني أرباب الصنائع الشاقة يجد من المشقة ما يعني أكثر مما يجده المسافر، فهل يترخص أيضاً بالجمع والقصر والفطر؟ ما يترخص مع أنه يجد مشقة لأنه مقيم. فالسفر منضبط ودفع المشقة قد لا تكون منضبطة، لكن بعض الحكم تكون منضبطة. نعم، ما أسمعك، ما أسمعك، ما أسمعك. إيه والله لو توصلون الكلام لاني ما اسمعه. كيف حمل العلة على الحكم؟ حمل احدهما على الثاني. كيف الحمل يعني؟ يعني هذا دليل من منع. قال لو عللنا بالحكمه لاستغنينا عن الاوصاف. وهذا باطل، لان الكل يتفق على انه يجوز اسناد الاحكام الى الاوصاف الظاهره المنضبطه المشتمله على حكمه. هذا دليل من منع. والذي جوز قال لأن الحكمة ما يصح التعليل بها حتى تكون منضبطة وظاهرة، وحينئذ تصير الحكمة مثل العلة، كلاهما وصف ظاهر منضبط، فما الذي يمنع من إسناد الحكم إليه؟ واضح؟ ما أسمع. إيش؟ إيش؟ الانضباط. المراد بالانضباط هل يكون الانضباط يعني أنها موجودة في كل الصور، ما تختل، توجد في صورة دون صورة. هذا شرط العلة عند الأكثرين، أن تكون منضبطة، وإلا ما صح القياس. لماذا لا يصح؟ لأن كيف نعرف أن هذه الصورة انضبطت فيها العلة، تحققت فيها، ومن ثم يتحقق فيها الحكم؟ ما نعرف حينئذ. لكن إذا صارت منضبطة نحمل الحكم في كل صورة، ولا وما يضر، يعني ما يحصل أي إشكال. نعم، بارك الله فيك، تفضل يا زيد. قال رحمه الله: ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي على الأصح عند أصحابنا وغيرهم، فيصح تعليل الحكم الثبوتي بالعدم لصحة تعليل ضربه لعبده بعدم امتثاله، لأن العلة أمارة فالعدمية تعرف كالوجودية. وقالوا أيضا: كما لو نص الشارع عليه، وكالأحكام تكون نفيا، وكالعلة العقلية، وكتعليل العدم به ذكره بعضهم اتفاقا. وذكر ابن برهان جواز كون العلة أمراً عدمياً في الحكم الثبوتي عن الشافعية، خلافاً للآمدي وغيره والحنفية، واستثنى بعض الحنفية خلافاً للآمدي وغيره والحنفية، واستثنى بعض الحنفية مثل قول محمد بن الحسن في ولد المغصوب: لم يغصب، وفيما لا خمس فيه من اللؤلؤ. من اللؤلؤ، من نعم، اللؤلؤ، صوب الخطأ، من اللؤلؤ، من اللؤلؤ لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. نعم، أحسنت. يقول المصنف رحمه الله: ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي. هذا شروع في مسألة جديدة، وهي: هل يجوز أن يعلل الحكم المثبت بالوصف المنفي أو لا يجوز؟ خلاف بين علماء الأصول. تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي هذا جائز بالاتفاق، تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي هذا جائز، مثل أن تقول
في عدم تكليف الصبي بالصلاة مثلا لا يكلف بالصلاة لعدم العقل، لا يكلف بالصلاة، هذا حكم عدمي ولا وجودي؟ هذا عدمي. طيب والعلة عدمية، أنت قلت لعدم العقل، وتعليل العدمي الحكم العدمي بالوصف الوجودي هذا جائز، مثل لو قلت زيد لا يرث لأنه قاتل، يعني قتل مورثه، الحكم هنا ماذا؟ أنه لا يرث، عدمي ولا ثبوتي؟ عدمي. طيب والوصف وجودي ولا عدمي؟ وجودي، تقول لأنه قاتل، لأنه قتل، هذا وجود، وجد القتل. إنما الخلاف في تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي، يعني عكس الصورة السابقة، فهل يجوز أو لا كما سوف يمثل له المصنف رحمه الله. قال طبعا بقي من الصور ماذا؟ تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي، وهذا أيضا محل إجماع، كما لو قلت في البالغ تجب عليه الصلاة البالغ العاقل لأنه بالغ عاقل، يعني الرجل كبير تقول تجب عليه الصلاة، هذا ثبوتي ولا عدمي؟ تجب عليه الصلاة، ثبوتي. وتعلل بماذا؟ فتقول لأنه بالغ عاقل، هذا ثبوتي ولا عدمي؟ ثبوتي. فصارت الصور كم؟ أربعة. محل النزاع فقط هو في تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي. قال يجوز على الأصح عند أصحابنا وغيرهم، هو قول أكثر العلماء، المجوزون هم أكثر العلماء، فيصح تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي بالعدم، كصحة تعليل ضربه لعبده بعدم امتثاله. صوبوا الخطأ يا شباب يا أخوان، أين الخطأ في المطبوعة؟ لصحة اجعلوا اللام كافر، كصحة، وهذا كثير في المخطوطات، كتابة الكاف لاما هذا كثير، تجده كثيرا في المخطوطات، كصحة تعليل ضربه لعبده بعدم امتثاله، يعني يجوز للسيد أن يضرب عبده، فتقول لما يجوز؟ فتقول لعدم طاعته له، تقول لأنه لا يمتثل أمري، أمره بالشيء فلا يطيع، فالحكم جواز ضرب العبد، حكم ماذا؟ ثبوتي ولا عدمي؟ الحكم ثبوتي، يجوز للسيد أن يجلد عبده. طيب والعلة ما هي؟ عدمي، يقول لعدم امتثاله، لعدم طاعته، لأنه لا يطيع لا يمتثل، هذا عدم. قال لأن العلة، هذا شروع في الاستدلال لمذهب الأكثرين القائلين بجواز تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي. طبعا من الأمثلة الأخرى، لو قلت يحرم أكل متروك التسمية، يعني الذبيحة التي ما سمى الله عند ذبحها، الذابح ما سمى الله، فتقول يحرم أكل متروك التسمية. طيب هذا حكم ثبوتي، يحرم أكل متروك التسمية، العلة، فتقول لعدم ذكر اسم الله عليها، هذا عدمي ولا ثبوتي؟ عدمي. فعللنا حكما ثبوتيا وجوديا بوصف منفي عدمي. قال لأن العلة أمارة، فالعدمية تعرف كالوجودية، هذا قياس،
يقول العلة هي أمارة أي علامة على الحكم، والعدم يعرف كما أن الوجود يعرف. ما ذكرناه في الأمثلة، أليست الأوصاف العدمية قد عرفت وفهمت؟ فقلنا يجوز جلده لأنه لا يطيع سيده، يحرم أكل متروك التسمية لعدم ذكر اسم الله عليه، أليس هذه الأوصاف العدمية معروفة ظاهرة منضبطة؟ وحينئذ فما الذي يمنع التعليل بها؟ فإننا نصوب ونجوز تعليل الحكم بالوصف الوجودي الثبوتي، لأنه ظاهر منضبط عرفناه وفهمناه، وهذا كل الذي ذكرناه موجود في الوصف العدمي، وحينئذ يصير لا فرق بين الوصف العدمي والوصف الوجودي، كلاهما معلوم وكلاهما منضبط. وقالوا أيضا، يعني أيضا أطال في الاستدلال هو المصنف هنا، ذكر دليلا ثانيا فقال كما لو نص الشارع عليه. طبعا هذا دليل افتراضي، يقول يعني لو أن الشارع نص على تعليل الحكم بوصف عدمي أليس نقبله؟ إذن ينبغي أن نقبله. فلو قال مثلا يبطل بيع الدم لأنه لا ينفع فرضا لو قال هذا لصح هذا، إذن لا يمنع منه مانع. وكما قلت لكم هذا الدليل مجرد افتراض، يقولون كما لو نص الشارع عليه، ويمكن أن يوجد، يعني مع الاستقراء يمكن أن توجد أوصاف عدمية موجودة في نصوص الشرع. قال وكالأحكام تكون نفيا، يعني كما جاز في الأحكام أن تكون منفية جاز في الأوصاف التي هي العلل أن تكون منفية عدمية، يعني كما جاز في الأحكام الشرعية أن تكون عدمية يجوز في الأوصاف أي العلل أن تكون عدمية لعدم الفرق، فإن الأول حكم الشرع والعلة أيضا حكم الشرع، أليس سبق معنا أن الحكم الشرعي الوضعي أقسام، وذكر من أقسامه ماذا؟ العلة، فالعلة كالمعلول كلاهما حكم شرعي، ولهذا يطلب له الدليل ويعترض عليه بالدليل. قال وكالعلة العقلية، يعني قياس، هذا دليل ثالث أو رابع، هذا دليل رابع، يقول نقيس العلة الشرعية على العلة العقلية، والعلة العقلية يجوز أن تكون نفيا، فإذا العلة الشرعية يجوز أن تكون نفيا، مثل لو عللت قدم الخالق بأنه لا يتغير، تقول هو قديم لأنه لا يتغير لا يطرأ عليه تغيير، هذه علة ماذا؟ عقلية، لأن الذي يطرأ عليه التغيرات هو الحادث أي المخلوق، فأنت عللت ثبوتيا بعدمي في علة، يعني بعلة عقلية عدمية، فكذلك في العلة الشرعية. قال وكتعليل العدم به، يعني قياسا على تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي، وكما قلنا من قبل إن القياس رد مختلف فيه إلى متفق عليه، فالمقيس عليه هنا ما هو المقيس عليه؟ تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي، كما قلنا في مسألة ماذا؟ لا يكلف الصبي بالصلاة لعدم العقل. قال فكذلك ما نحن فيه، وهو تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي. والجامع ما هو؟
كون الوصف في كل منهما عدميا. قال ذكره بعضهم اتفاقا. ذكره الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو الدليل الأخير، يعني ذكر بعض الأصولين مسألة تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي ذكره اتفاقا. نعم حكوه اتفاقا، ذكر غير واحد من الأصوليين كابن مفلح والزركشي وغيرهما ذكروا الإجماع على ذلك. ثم قال وذكر ابن برهان بفتح الباء، أبو الفتح بن برهان الحنبلي ثم الشافعي المتوفى سنة 518 هجرية، ذكر جواز كون العلة أمراً عدمياً في الحكم الثبوتي الذي هو محل النزاع الذي هو صورة المسألة. قال ذكر ابن برهان جواز كون العلة أمراً عدمياً في الحكم الثبوتي عن الشافعية، يعني حكاه أنه مذهب الشافعية، خلافاً للآمدي، يعني الذي خالف في المسألة فمنع تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي هو الآمدي، سيف الدين الآمدي، ومعه آخرون من الشافعية وأيضاً بعض المالكية. قال خلافاً للآمدي وغيره والحنفية، نعم هو قول أكثر الحنفية، منعوا تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي. ثم قال واستثنى بعض الحنفية، وقلت لكم من قبل إن القواعد الأصولية على الصحيح يدخلها الاستثناء، واستثنى بعض الحنفية مثل قول محمد بن الحسن في ولد المغصوب لم يغصب. طبعا الكلام مختصر يحتاج الى توضيح. الان ما هو مذهب الحنفيه حتى نفهم المثال، مثال الشيء المستثنى؟ مذهب الحنفيه منع تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي. ثم يقول المصنف رحمه الله تبعا لغيره، يقول ان الحنفيه استثنوا بعض الصور فعللوا فيها الحكم الثبوتي بالوصف العدمي، يعني عللوا بالوصف العدمي. الصورة الأولى ماذا؟ ما إذا غصب رجل من غيره جاريته أو دابته مثلا وفي بطنها ولد فتلفت ماتت ومات الذي في بطنها، فقال محمد بن الحسن إنما يضمن الأم، يضمن لصاحبها الأم فقط. طيب والولد لماذا لا يضمنه؟ لأنه مات أيضا، لماذا لا يضمنه؟ فقال لأنه لم يغصبه، الغصب إنما وقع على ماذا؟ على الأم، فلما ماتت مات الذي في بطنها. قال وفيما لا خمس فيه من اللؤلؤ لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، مثال آخر، يعني استثناء آخر من القاعدة. وفيما هو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أيضا، يعني فيصح العطف على ما قبله. قال وفيما لا خمس فيه من اللؤلؤ، يعني الغنيمة يجب فيها الخمس، تصرف في من ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. طيب فإذا غنم المجاهدون لؤلؤا من البحر فإنه لا يخمس. طيب لماذا؟ قالوا لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. لم يوجف عليه يعني لم يركب لتحصيله خيلا ولا إبلا، فكان غنيمة باردة. مع أن هذين المثالين فيهما نظر من وجهين، النظر الوجه الأول أنه تعليل للحكم العدمي بالوصف العدمي وهذا محل
إجماع فكيف يقال إنه مستثنى؟ والأمر الثاني أن الحنفية لم يستثنوا هذا لأجل القاعدة، يعني لم يجعله مستثنى من القاعدة، وإنما قالوا هو نفي للحكم بأصل البراءة وليس بالتعليل بالعدم، إنما عللوه بأنه منفي بالأصل أصلا، يعني نفي للحكم من جهة ماذا؟ الأصل، يعني البراءة الأصلية. ولهذا الحنفية حين ذكروا المسألتين نازعوا في هذا، ما قال هو استثناء. نعم، تفضل الشيخ. قال رحمه الله: ومن شرطها أي العلة أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة، وهي ما يوجد في غير محل النص كالثمنية. نعم، أصلح الخطأ. كالثمنية بدل كالثمينة كالثمنية. نعم، كالثمنية في النقدين عند أكثر أصحابنا والحنفية خلافا للشافعي. نعم، هذه مسألة أيضا جديدة، وهي أن من شرط العلة حتى يصح أن تكون علة يبنى عليها القياس أن تكون وصفا متعديا، أن تكون شيئا متعديا. ومعنى أن تكون متعدية أنها موجودة في محل الحكم الذي هو الأصل وفي غيره من الصور، لأن القياس تعدية للحكم من الأصل إلى الفرع، وإنما يتعدى الحكم إذا تعدت العلة، لما قلناه من قبل إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. فمثلاً إذا قلنا في تعليل تحريم شرب الخمر، إذا قلنا العلة هي الإسكار صارت العلة ماذا؟ متعدية، لأن هذا المعنى وهو الإسكار موجود في غير الخمر، والخمر هو المعتصر من عصير العنب، يعني المسكر من عصير العنب، وهذا وهو الإسكار موجود في غير عصير العنب. وإذا قلنا العلة هي تشويش الفكر في مسألة لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، تصير العلة ماذا؟ متعدية، لأنها موجودة في غير الغضبان. قال: فلا عبرة، فالتفريع يعني فينتج ويتفرع عن هذا الشرط منع التعليل بالعلة القاصرة. قال: وهي، أراد أن يعرف العلة القاصرة، قال: وهي ما لا يوجد في غير محل النص. ما لا يوجد في غير محل النص، مكتوب عندنا جميعا في المطبوع ما يوجد، فيبدو أن الصواب ما لا يوجد. والدليل على هذا الذي ذكرناه أنها ما لا يوجد المثال، لأنه قال كالثمنية، وإلا ربما يقول قائل: ألا أراد أن يعرف العلة المتعدية؟ لكن المثال الذي ذكره يمنع هذا. إذن العلة القاصرة ما لا يوجد في غير محل النص، يقتصر على محل النص. قال: كالثمنية في النقدين. النقدين أي الذهب والفضة، فإن الذهب والفضة يجري فيهما الربا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل، يدا بيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقال: لما يجري الربا فيهما؟ نسأل عن العلة، فتقول: للثمنية. ومعنى الثمنية أي كونهما ثمنين، ثمنين يعني الآن إذا بعت أو اشتريت أو أجرت أو غير ذلك، فإنك تدفع إما الدراهم الفضية وإما الدنانير الذهبية، يعني الذهب والفضة. طبعا هذه كانت عملة الناس قديما، وهذه الأوراق التي يستعملها الناس اليوم هي مردها إلى ذهب وفضة. قال: كالثمنية في النقدين عند أكثر أصحابنا
والحنفية. نعم هو مذهب الحنابلة ومذهب أكثر الحنفية. قال خلافا للشافعي. نعم أكثر الشافعية والمالكية وبعض الحنفية خالفوا في المسألة وجوزوا التعليل بالعلة القاصرة، وقالوا كونها قاصرة هو في حد ذاته فائدة. فائدة في ماذا؟ قالوا في منع تعدية الحكم من الأصل إلى فروع أخرى، فيعرف المجتهد أن هذه العلة القاصرة لا يجوز أن تورد فيها قياساً، وإنما تقتصر فيها على محل النص، على الحكم الوارد في النص. فهذا فائدة التعليل بالعلة القاصرة. أما أصحاب المذهب الأول فدليلهم قالوا التعليل بالعلة القاصرة يكون عبثاً ولغواً. لماذا؟ قالوا لأن الغرض من تعليل الأحكام هو القياس الاجتهاد، فإذا عللت بالقاصرة هل يثبت القياس؟ ما يصح القياس حينئذ، فما الفائدة أن تعلل إذن؟ وقال بعضهم إن العلة القاصرة ثلاث صور: إما التعليل أن تكون العلة هي نفس محل الحكم، يعني التعليل بالاسم. الصورة الأولى ما هي؟ أن تكون العلة هي نفس محل الحكم، يعني أن تعلل بالاسم فتقول يحرم التفاضل في بيع البر بالبر لأنه بر، ويحرم شرب الخمر لأنه خمر، تعلل بالاسم، فهذه علة قاصرة. أو أن تكون العلة هي جزء محل الحكم، جزء منه، مثل ما لو قلت يجري الربا في البر لكونه برا حجازيا، فهذا التعليل ببعض، بالبعض ليس بالكل، لأن البر الحجازي هو بعض من بر الناس، فإن للناس برا آخر. وإما أن تكون العلة لا توجد إلا في محل الحكم، يعني الصورة الثالثة أن تكون العلة وصفاً أي معناً لا يوجد إلا في محل الحكم، مثل ما ذكرناه آنفاً، ما لو قيل لما يجري الربا في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فتقول لكونهما أثماناً، فإن كونهما أثماناً ليس هو محل الحكم، لأن الاسم المذكور في النص هو ذهب وفضة، لم يذكر الأثمان، ولا الأثمان هي بعض الذهب والفضة، وإنما الثمنية هي معنى لا يمكن أن يتحقق إلا في محل الحكم الذي هو الذهب والفضة، لأن الأثمان قديماً إنما تكون بالدراهم الفضية والدنانير الذهبية. وفائدة هذه القسمة التي ذكرها بعض الأصوليين هو منع القياس في الصورتين الأوليين وتصحيح القياس في الصورة الثالثة إذا تحقق ذلك المعنى في غير محل الحكم. هذا فائدة القسمة، بمعنى أن نقول إذا كانت العلة هي عين المحل أو بعض المحل لم يصح التعدية، لم يصح القياس والإلحاق، وإن كان الثالث صح القياس إن تحقق ذلك المعنى في غير محل الحكم. وهذا الذي فرضه بعض الأصوليين صار واقعاً اليوم، فإن الثمنية اليوم موجودة، نعم، في الأوراق النقدية، يعني في غير الذهب والفضة، ومن ثم ينبني على هذا جريان الربا في الأوراق المالية المعاصرة.
نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وفي شرط اضطراد العلة وهو استمرار حكمها في جميع محلها قولان اشترطه الأكثر خلافا لأبي الخطاب وغيره. وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل به خلاف. قيل لا يجوز، وقيل بلى اختاره الأكثر كقول أحمد في خنزير ميت حرام من وجهين، وقيل يجوز في المنصوصة للمستنبطة اختاره الشيخ وغيره، وقيل عكسه. ثم اختلف القائلون بالوقوع، أي وقوع تعليل الحكم بعلتين إذا اجتمعت فيه، فهل كل واحدة منها علة مستقلة أو جزء علة أو العلة واحدة لا بعينها؟ فيه أقوال، فعند أصحابنا وغيرهم كل واحدة علة، واختار ابن عقيل جزء علة. أحسنت. يقول: وفي شرط اضطراد العلة وهو استمرار حكمها في جميع محلها قولان. إذن شروع في شرط جديد من شروط العلة، وهي أن تكون العلة مضطردة، أن تكون مضطردة. ومعنى مضطردة أنها غير منقوضة، وهو ما يسمى بتخصيص العلة، ما يسمى بتخصيص العلة، ويسمى في القوادح، عند ذكر القوادح يسمى النقض، يسمى النقض. قال: وفي اشتراط العلة وفي شرط اضطراد العلة وهو استمرار حكمها في جميع محلها قولان. اشترطه الأكثر، نعم الأمر كما ذكر المصنف رحمه الله، هذا قول أكثر العلماء، خلافاً لأبي الخطاب وغيره، هذا هو المذهب الثاني، ذهب أبو الخطاب، وهو أيضاً قول كثير من الحنفية، بل قيل أنه صحيح في مذهب الحنفية، وهو أحد القولين عند المالكية وبعض الحنابلة، إلى أن الاضطراد لا يشترط. يعني وجود التحريم كلما وجد الإسكار فإن هذا مضطرد، لأن الإسكار يوجد في غير معتصر العنب، كمعتصر التفاح، معتصر التمر، ومعتصر الجوافة وغير ذلك، إذا أسكر فإنه يحرم. فالعلة هنا مضطردة أو لا؟ مضطردة، لأن الإسكار يوجد في جميع المحال، أي في جميع الصور، في جميع الصور، فهذا معنى الاضطراد، أي وجودها في كل المحال، يعني وجود الحكم في كل صورة وجدت فيه العلة، هذا معنى الاضطراد، وجود الحكم في كل صورة وجدت فيه العلة. وبضدها تتمايز الأشياء، فعكس الاضطراد هو ما سميناه، ما ذكرناه من قبل بأنه النقض أو تخصيص العلة. فلو قيل علة قطع اليد هو السرقة، يعني لما يجب قطع يد زيد؟ فتقول لأنه سارق، فالسرقة هي العلة، فيفترض إذا قلنا إنها مضطردة أنه كلما وجدت السرقة في صورة وجد معها الحكم وهو القطع، وهذا صحيح في كثير من المحال، لكن هل هو في جميع المحال أي جميع الصور؟ الجواب لا، فإن الأب مثلاً إذا سرق خفية من مال ولده، سرق النصاب، يقطع؟ ما يقطع، مع أن العلة موجودة وهي سرقة، دخل خفية وأخذ من مال ابنه. وكذلك الأم، ولو سرق من بيت مال المسلمين فقالوا أيضاً لا تقطع يده لوجود الشبهة، فإن له حقاً عام، يعني بيت المال حق عام للناس، والحدود تدرأ بالشبهات.
والصورة الأولى لأنه أنت ومالك لأبيك. إذن وجدت السرقة في بعض الصور وتخلف الحكم، ولو قيل وجوب الزكاة في الحلي علته دفع حاجة الفقير، يعني لو قال حنفي تجب الزكاة في الحلي لدفع حاجة الفقراء فيعلل بماذا؟ دفع حاجة الفقراء. طيب هذه العلة هل هي مضطردة؟ نقول نعم هي مضطردة في كثير من الصور لكن ليست في جميع الصور، بدليل أن الجواهر الثمينة كالألماس والياقوت في إخراج الزكاة منها دفع حاجة الفقير مع أنه لا تجب فيها الزكاة، إنما الزكاة عند من يقول بها في الحلي إذا كان من ذهب وفضة فقط. القصاص يجب لعلة وهي القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان، فهذا مضطرد في كثير من الصور لكن ليس في جميع الصور، بدليل أنه لو قتل ولده فإنه، يعني لو قتله عمد العدوان فإنه لا يقتل به، ولو قتل مسلم ذميا عمد العدوان فإنه لا يقتل به عند أكثر العلماء، وهكذا. ثم قال وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل بلا خلاف، قيل يجوز وقيل لا يجوز، يعني شروع في مسألة جديدة وهي تعليل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر. الحكم واحد والعلة متعددة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل العرانيين، هذا حكم شرعي، فيسأل عن العلة فيقال لما أوجب قتل العرانيين، فتقول لأنهم قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم ولأنهم ارتدوا عن الإسلام، فالحكم واحد وهو وجوب قتلهم والعلة متعددة. إذا زنى وهو محصن ثم قتل هذه المرأة فإنه يجب قتله، لما؟ للزنا وهو محصن وللقتل. طيب قال وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل به أي بالحكم خلاف، يعني وفي تعليل الحكم بعلتين خلاف، جيد. ما معنى مستقل؟ مستقل معناها لو وجد هذا الوصف وحده لأوجب الحكم، بمعنى أن الحكم لا يتوقف على مجموع العلتين أو مجموع العلل، وإنما كل واحدة من هذه العلل موجب للحكم بنفسه، وبهذا يحترز، يعني أراد بكلمة مستقل أن يحترز على ما لو كان الوصف جزء علة، فحينئذ يجوز في العلة أن تكون وصفاً مركباً من وصفين أو ثلاثة أو أكثر، مثلاً تقول يجب قتل زيد لأنه قتل عمداً عدواناً، كم كلمة هذه؟ عمد عدوان ثلاثة، كونه قتلاً وكونه عمداً وليس قتلاً خطأً وكونه عدواناً، لأن الإنسان قد يقتل عمداً لكن لا يكون عدواناً، كما لو دفع الصائل عن نفسه، صال عليه إنسان وأراد قتله فما استطاع أن يدفعه إلا بالقتل، فإنه قتل عمد لكنه ليس عدواناً بل هو حق. فإذا كل وصف من هذه الأوصاف هو جزء علة، فليس هذا مسألتنا،
ليس هذا مسألتنا، إنما مسألتنا فيما لو تعددت العلل وكل منها استقل بالحكم. قال: فيه خلاف، قيل لا يجوز، هذا المذهب الأول، بدأ بالمذهب المرجوح الذي عليه قلة من الأصوليين، وهو قول بعض الشافعية وبعض المالكية، قالوا لا يجوز أن يعلل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر، إنما تسند الحكم وتضيفه إلى علة واحدة، فما دام أنها تثبت الحكم وتوجبه فما الحاجة أن تذكر عللاً أخرى. وقيل بلى، هذا المذهب الثاني اختاره الأكثر، نعم هو مذهب أكثر العلماء، كقول أحمد رحمه الله في خنزير ميت حرام من وجهين، يعني استفادوا هذا أيضا من كلام أحمد في الفقه، استفادوا منه هذه الفائدة الأصولية، وهو أنه يجوز تعليل الحكم بعلتين. فأحمد ماذا قال في خنزير وجدوه غارقا في الماء ميتا؟ قال: يحرم أكله لعلتين، لأنه خنزير ولأنه ميتة، فعلل بماذا؟ بعلتين. ثم قال: وقيل يجوز في المنصوصة لا المستنبطة، هذا مذهب ثالث في المسألة، وقيل يجوز في المنصوصة، لماذا يجوز في المنصوصة أن تتعدد؟ فنقول: لأن الله يحكم لا معقب لحكمه، نص الشارع على العلة وعدد العلل، فهل تأتي أنت وتمنع؟ ما يمكن هذا، ما يمنع حكم الله، حكم الله لا يمنعه أحد. قال: لا المستنبطة، يعني في المستنبطة ما يجوز أن تتعدد العلل. طيب لما لا يجوز في المستنبطة مع أنها علة، يعني المستنبطة يجوز التعليل الأحكام بها؟ فقالوا: لأن العلة المستنبطة تتوقف على السبر والتقسيم، تتوقف على ماذا؟ على حصر الأوصاف، ثم يأتي المجتهد ويقول: الوصف الأول لا يصح علة، والثاني لا يصح علة لكذا وكذا، والثالث لا يصح أيضا لكذا، والرابع يصح التعليل به. فإذا مقتضى الصبر أن تنفى صحة التعليل عن كل الأوصاف إلا وصفا واحدا، ومن ثم كيف يقال إن العلة تكون متعددة وهي مستنبطة؟ قال: اختاره الشيخ وغيره. اختاره الشيخ، من هو الشيخ؟ أحسنتم، هو ابن قدامة رحمه الله. واختاره غيره، نعم غيره من الشافعية، أيضا بعض الشافعية اختاروا هذا القول الثالث. ثم قال: وقيل عكسه، هذا آخر المذاهب وهو المذهب الرابع، وقيل عكسه أي عكس المذهب الأخير، فيجوز تعدد العلل في المستنبطة ولا يجوز تعددها في المنصوصة، وهذا مذهب غريب لا يعرف قائله، وقد استغربه الزركشي يقول: هذا مذهب غريب، فلو أن المصنف حذفه لكان أحسن، ولا وجه له. قال المصنف رحمه الله: ثم اختلف القائلون بالوقوع، يعني أصحاب المذهب الثاني وهم الأكثرون الذين جوزوا تعليل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر وقائلون بوقوعه، اختلفوا، أي وقوع تعليل الحكم بعلتين، اختلفوا إذا اجتمعت فيه، فهل كل واحدة منها علة أو جزء علة أو العلة واحدة غير معينة؟ ثلاثة أقوال، يعني أسندت الحكم إلى ثلاث علل مثلا، فهل كل واحدة علة؟ تقول: الوصف الأول علة، والثاني أيضا علة، والثالث أيضا علة، أو تقول: عن الوصف الأول هو جزء علة،
والثاني جزء علة والثالث جزء علة، أو تقول العلة من هذه الأوصاف الثلاث واحدة لا بعينها. ثلاثة أقوال للأصوليين. قال: فعند أصحابنا وغيرهم كل واحدة علة. هذا الصحيح، هذا الصحيح، وهو مقتضى ما قيل في أصل المسألة، وهذا مذهب أكثر العلماء أن كل واحدة منها علة، ولا يمنع من ذلك مانع. والدليل على هذا أنك لو أسندت الحكم إلى واحدة منها لكفى، إذن هي علة. قال: واختار ابن عقيل جزء علة، وهذا أقرب الأقوال. اختار ابن أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي رحمه الله، اختار ما دام أسندت الحكم إلى الأوصاف الثلاث كلها مثلا، فإنك تقول عن كل وصف هو جزء علة. وبعض الحنفية ذهبوا إلى أن العلة هي واحدة لا بعينها، وهذا أهون من المذهب الذي قبله، ليس كذلك؟ يعني أن العلة لا تقول أن الجميع علة، بل العلة واحدة فقط. طيب العلة هذه الواحدة ما هي؟ الأولى والثانية والثالثة؟ قال: لا، غير معينة، هي علة لكن غير معينة، هكذا قيل. وهذا وإن كان غريبا أيضا لكنه أهون من الذي قبله، مثل الواجب المخير عند المعتزلة. نعم، مثله. والصحيح هو مذهب جمهور العلماء أن كل واحدة منها علة. يعني من لطيف ما استدل به بعض الأصوليين على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، استدلال بعضهم بقوله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يصيبهم يعني يعذبهم، فقالوا البعض كاف في عذابهم والكل أيضا سبب في عذابهم، يعني البعض سبب في عذابهم والكل، كل الذنوب هو سبب في عذابه. الخلاف في المسألة الأخيرة خلاف يعني لفظي، وإن كان لازم المذهب الثاني، يعني يلزم منه، يعني حين أن تقول هي جزء علة يلزم منه أن لا يصح إسناد الحكم إلى واحدة منها، كما لا يصح أن يسند الحكم إلى جزء العلة في مسألة مثلاً القتل العمد العدوان، لا يصح أن تسند الحكم إلى القتل وحده ولا إلى القتل العمد وحده، واضح؟ وإلا في الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي. نعم. طيب نأخذ المسألة الأخيرة. قال رحمه الله: ويجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث، ذكره أصحابنا وغيرهم كالمشقة في السفر علة الفطر وعلة الجمع والقصر. وأما الأمارة فهي اتفاق، أي أن ذلك متفق عليه في الأمارة، أي جواز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة، كغروب الشمس للفطر والصلاة وطلوع الفجر للصوم والصلاة. أحسنت. يقول: ويجوز تعليل حكمين بعلة، يعني عكس المسألة السابقة. المسألة السابقة الحكم واحد والعلة متعددة، هنا العلة واحدة والأحكام متعددة، لكن المصنف رحمه الله فصل في المسألة فقال: ينظر في العلة هذه، هل هي باعثة أو مجرد أمارة؟ فإن كانت مجرد أمارة جاز بالاتفاق، وإن كانت علة باعثة ففيها خلاف. فقال: ويجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث، يعني إذا كانت العلة باعثة، ومعنى باعثة كما قلنا يعني أن تكون وصفاً ظاهراً منضبطاً مشتملاً على حكمة الحكم، فهي باعثة على الحكم، لأن الحكم لأن الحكمة قد ظهرت،
وطبعا المصنف رحمه الله لم يذكر خلافا في الصورة الأولى، وإنما ذكر في الصورة الثانية وهي العلة بمعنى الأمارة، ذكر الاتفاق على الجواز، فكأنه يشعر بوجود خلاف في الصورة الأولى وهي تعليل الحكمين بعلة واحدة إذا كانت العلة باعثة. والأمر كذلك، لأن للحنابلة قولين في المسألة أظهرهما الجواز، وهو قول أكثر العلماء أنه يجوز تعليل الحكمين بعلة واحدة، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز أن تعلل حكمين بعلة واحدة، فلا بد أن تتعدد العلل عند تعدد الأحكام فيكون لكل حكم علة، لكن هذا مذهب ضعيف وشاذ في المسألة، حتى إن بعض الأصوليين حكى الإجماع على جواز تعليل الحكمين بعلة واحدة حتى لو كانت العلة باعثة أي مشتملة على الحكم. السرقة علة للتحريم وعلة للقطع، أليس كذلك؟ السرقة وصف وهو علة، علة لماذا؟ للتحريم، لا يجوز سرقة أموال الناس، وعلة لوجوب قطع اليد، وعلة لحكم ثالث وهو وجوب الضمان. فالسرقة وصف واحد وجاءت علة لثلاثة أحكام: التحريم وقطع اليد ووجوب الضمان، ضمان المسروق إذا تلف أو رده إذا لم يتلف. الإسكار علة للتحريم وعلة لوجوب الحد. الحيض علة لمنع وجوب الصلاة ومنع وجوب أداء الصوم ومنع الطواف بالبيت ومنع قراءة القرآن. كم حكم هذا؟ عدة أحكام والعلة واحدة. قال: ذكره أصحابنا وغيرهم كالمشقة في السفر علة الفطر وعلة الجمع والقصر. هذا واضح، المثال واضح، لكن تلاحظون أنه علل بالحكمة لا بنفس العلة المشتملة على الحكمة. ثم قال: وأما الأمارة فهي اتفاق، والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله فهي محل اتفاق أنه يجوز تعليل الحكمين بعلة واحدة إذا كانت العلة أمارة. ومعنى أمارة هنا يعني أنه لم يظهر لنا منها الحكمة، يعني هي علامة على الحكم لكن نظرنا وتأملنا فما ظهر لنا، ونعلم أن فيها حكمة لكن ما ظهرت لنا. قال: أي جواز تعليل الحكمين بعلة بمعنى الأمارة كغروب الشمس، هذا علة، علة لأي شيء؟ للفطر في رمضان ولوجوب صلاة المغرب، حكمان والعلة واحدة. وغروب الشمس هل تظهر لنا منه حكمة؟ لا، ما تظهر. ولهذا لو سئلت لو قيل لما يفطر الصائم عند غروب الشمس، يعني ما العلاقة بين غروب الشمس والفطر، وما العلاقة بين غروب الشمس وثلاث ركعات؟ فتقول: الله أعلم، الله يعلم ذلك، نحن ما نعلم، ما ظهرت لنا الحكمة. قال: وطلوع الفجر علة لحكمين: وجوب الإمساك في رمضان ووجوب صلاة الفجر، أليس كذلك؟ طلوع الفجر علة لحكمين، وطلوع الفجر مثل أيضا الغروب، يعني لا تظهر لنا منه الحكمة، فهذا معنى قولهم أمارة. والله أعلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.